المعقد الثالث جمع همة النفس عليه. تجمع الهمة على المطلوب بتفقد ثلاثة أمور: أولها الحرص على ما ينفع، فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه، وثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله، وثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعه، واستعن بالله ولا تعجز. قال الجنيد رحمه الله: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة، وردفه قمر العزيمة، أشرقت أرض القلب بنور ربها. وإن مما يعلي الهمة ويسمو بالنفس اعتبار حال من سبق وتعرف همم القوم الماضين. فأبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله كان وهو في الصبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ، فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا. وقرأ الخطيب البغدادي رحمه الله صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في ثلاثة مجالس، اثنان منها في ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب، ومن المغرب إلى طلوع الفجر. وكان أبو محمد بن التبان رحمه الله أول ابتدائه يدرس الليل كله، فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة شيء من الآنية العظيمة ويتظاهر بالنوم، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس، فكن رجلا رجله على الثرى ثابتة، وهامة همته فوق الثريا سابقة، ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، فإن همة الصادق لا تشيب. كان أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله أحد أذكياء العالم من فقهاء الحنابلة، ينشد وهو في الثمانين: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم.